آيسون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والمخلصين ونبينا على اله وصحبه وسلم. Thank you.